يعني انا هحط الاول اليمين على الشمال ولا الشمال على الاسول ولا غور من وش سعادي؟ ايوه يا رني قولي لي بس بالراحه كده، هو عمل ايه؟ ايه وهو بيوصلك قبل كده مرتين كان هيموتك؟ طب معلش يا رانيا اديله فرصه ثالثه، يمكن ما كانش. خلاص خلاص دولا، بص انا هربطها زي الجزمه. بس يا جزمه، بس يا جزمه، خلاص هرفده هرفده. ماشي، عايزه حاجه تاني؟ نص كيلو جبنه اسطنبولي. حاضر. وربع كيلو كلمات ده مع رفض رمزي يعني. حاضر حاضر يا رب. ماشي ماشي، يلا سلام سلام. بقى يا دول انت مش هتعلمني بقى ربطه الكرافات يا عم؟ اشمعنى انا يعني اللي اعلمك ربطه الكرافات؟ اشمعنى انت يا دول؟ ما انت الوحيد اللي في بلدنا دول بيلبس بدل. طب ما انا بلبس البدل بس من غير كرافتات، ما هو ما انت شايف. لا يا عم انا شايف وعارف يا عم، مش انت اللي قبل كده هون علمت كل البلد بتاعتنا ربطه الكرافات؟ وايه اللي حصل لما علمتهم ربطه الكرافات؟ مش اربعه ماتوا مخنوقين وسته في الانعاش؟ اه بقى ما تفكرنيش دول. قال يعني ايه انعاش؟ انعاش يعني ما بيكون حد حالته خطيرة يعني بيدخلوه الانعاش، وانعاش ما ماتش يعني بيخرج تاني. دكتور 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 حمر. ايه دكتور؟ اي حاجة انعاش اي حاجة. دكتور هموت يا دكتور. ايه يا عم مش انا الدكتور، بص الدكتور اللي هناك ده هو. انا دكتور كده يهبل يهبل حضرتك الاجزخانة اللي جنبينا. انا خايف اخرج بره يكون حد قاطرني. مين انت، هربان من البوليس ولا ايه؟ لا هربان من اهل العروسة. هربان من اهل العروسة؟ هو انت العريس وسبتهم يوم الفرح ولا ايه؟ لا انا المطرب كنت بغني في اخر الشارع دوت. ايه ده الفرح ده من اولت امبارح. ما انا بتضرب من اولت امبارح. مطرب اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل ما تخافش خالص ما تخافش خالص. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام منور والله حضرتك مطرب. ولا رمزي نعم. هات شنطه الاسعاف من جوه يلا. عينيا دول. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هي عربيه الاسعاف هتاخر؟ لا عندنا الاسعاف في مصر بيجي بسرعه جدا. بص اوعى عربيه اسعاف غبيه ممكن يخبطك في اي لحظه. خد دول. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. واسمك كريم ايه بقى؟ سعيد الكبير. سعيد الكبير اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا ربنا يخليك. ايه مش عايز؟ ربنا يخليك. طيب حضرتك يعني معلش انا اسف، انا اول مره اسمع اسم مطرب بالاسم ده يعني. انا بتحارب والمصحف يا استاذ بتحارب. حضرتك معاك عادل سعيد. عادل سعيد الكبير الكبير قوي قوي قوي. ده وقت رفع مقاسات. هو قصده يقول يعني ان انا شاعر كبير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك بقى اتضربت ليه امال؟ والله اهل العروسه ما فهموش الغنى اللي بغنيه. شفت الغنى ما فهموش الكلام، المشكله في الكلام. وانت كمطرب وانا كشاعر يعني. ولا رمز روح هات صبغه يود اجري بسرعه. حاضر. لا ربنا يخليك لسه واقف. ما صحش ده انت ضيف عندنا يعني. ماشي خلاص سك على صبغه اليود. حضرتك زي ما بقول لك يعني المشكله فعلا في الكلام. ايه الكلام بقى اللي ضايق اهل العروسه؟ والله انا وانا بغني قلت ايه بقى؟ اسمع بقى اسمع بقى. زفوا العروسة والنبي زفوها، الله ينكد على اللي كانوا جابوها. ايه رأيك فيها حاجة دي؟ لا 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 مفيهاش حاجة خالص. اي حاجة يمكن بس الكلمة اللي هي بتاعت زفوا العروسة تكون ضايقتهم على اساس ان هم ما كانوش جاهزين بزفة او حاجة. او لسه ما قبضوش الجمعية فما معهمش فلوس مثلا. او مثلا كانوا هيخلصوا كتب الكتاب ويسافروا من بره بره على الفيوم مثلا ولا حاجة. انا ما كانش قصدي اللي في بالكوا ده كله خالص والله. بص بقى انت ما تقلقش ولا تفكر ولا تعمل اي حاجه، احنا هنفكر لك احنا هنفكر لك. انت بتتكلم ليه بتتكلم ليه؟ سكات سكات، والسكات بيجيب سكات، والكلام يعمل مشاكل. الله استاذ الجمال ده، الحلقه انت بتعمل ايه دي؟ تنفع مطلع اغنيه دي والله العظيم. والله لسه جايه في دماغي دلوقتي حالا اللي هي بتاعت السكات. الله الله الكلام يعمل مشاكل. الله يا دولا استاذ الله. ايه العسل ده؟ بس انا سمعت اللحن ده قبل كده. لا 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 استحاله تكون سمعته او لسه سامعه مني دلوقتي حالا. ولعلمك ده ممكن بيبقى اسمه تخاطر توارد. قصدك توارد خواطر يا دولا؟ انت بتفهم في الشعر؟ هتفهم زيي؟ لا اسمه صلح لي يلا. تخاطر توارد. صح مظبوط. عشان كده بقى انا يا سيدي هدي لك قطعه شعر من عندي. وانت اديت شعر لمين قبل كده؟ هاي قول مين ما خدش مني شعر قبل كده. الله يا دولا يا كبير الله. دولا اروح اجيب قصيده ولا اتنين من الثلاجه اللي ما حدش راضي ياخدهم دولت. الثلاجه يخرب بيتك. اهلا وسهلا. الله ايه 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 بس يا
مساء الورق والحبر اللي اداله. يا مساء الحنجره اللي جابتنا ورا. يا صباح الاحبال الصوتيه، ليلتكم مش معديه. ايه النعمه دي اللي رمينا على الارض؟ مش حرام عليكم كده؟ لا دي شويه قصائد كده عاملها لشويه مطربين اخرين يعني. ايه مطربين ايه بقى؟ انا اسيب الرئيس بيره واجي لك وتقول لي مطربين اخرين؟ معلش بيره بقى اللي انت دلقته ده انت تلمه براحتك حضرتك، لكن القصيده بتاعتك عندي يا سيدي ما تقلقش. بس تكون جامده وحراقه. حراقه؟ ايه ده؟ واضح يا سعيد انك انت سمعت على القصيده بتاعت الحراقه قوي اللي اسمها حلبسه، بس انا دي مخليها للشتاء عشان تعرف بقى موسم الشتاء والكورنيش والعربيات الحمص وكده يعني. اشتغل احسن طبعا كتير. طبعا طبعا يا دوله. الله الله، طب ما تسمع لنا يا دوله كده اهو. ايه رايك اسمعك؟ ماشي يلا. ماشي. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اقول واحده تانية. الله عجبتكم الاولانيه؟ حلو حلو. التانية بقى راغي فيها. اسمع بقى. ها الله الله يا سعيد، يعني فعلا. بص بقى، هلطشلك هلطشلك، هشلتلك هشلتلك، وهطب عليك على غفلة، وهبوظلك أي حافلة، وربنا المعبود وربنا المعبود، لو شفتك في موقف عبود مع الواد سعد وسعيد ومسعود لموتك يا خلود. الله 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 الله. يا نجم جاع جرح يا نجم. بص يا نجم، 100 جنيه ل 125 جنيه معاك. ماشي يا معلم، بس على فكرة القصيدة بتاعتي دي محتاجة ملحن كويس. لا يا نجم، اللحن ده بتاع انا. بتاعك انت، انت اللي هتلحن؟ اه انا اللي هلحن. طب ما لحن معاك انا بقى سعيد. بقول لك يا نجم، اللحن بتاعي ما حدش يخش فيه، وعلى راي المثل اللي بردل على فمها حلو الغرب يطردونا. مثل عجيب يعني، بس خلاص ما دام انت اللي هتلحن، انا وانت مثلا يبقى عندي في البيت نتفق على ميعاد ناكل لقمه ونلحن مع بعضينا. الله، طب يا دول ما نلحن احنا كلنا سوا مع بعضينا. هي فته؟ انا يا دول عايز الحن معاك. تلحم ايه؟ انت اساسا مش عارف تقول هتلحم ايه؟ اجي معاك. ما اجي معاك واجي معاك. سعيد انت عايز الواد ده معانا؟ اه. شفت ما حدش طايقك يا ابني. سمعنا يا ملك الشعر في مصر. امتعنا. اه ربنا يخليك. اسمع القصيده دي انا عملت فيها مجهود كبير قوي يعني، خلصتها في بتاع ربع ساعه مثلا. اللهم صل على النبي. اه عليه الصلاه والسلام. حوشي 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 حوشي، عيون الجرح رموشي. حوشي 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 حوشي، ايديكي اوعي ايديكي تلوشي. حوشي 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 حوشي، خدك عن خربوشي. الله بقى اهي. اقعد ياد ساكت، مين اللي جابك ياد؟ اقعد ساكت ياد. مش انت اللي قلت تجيبه معايا؟ استاذ ليه؟ وحشه 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 وحشه. ازاي يا عم؟ انت اصلك ما سمعتهاش متلحنه. ما انت ممكن الكلام في الاول لما يتقال ما تحسوش، عارف، ما يبقاش طالع من الاحاسيس كده، لما اللحن بقى يبقى مظبوط. صح. وري له اللحن يا دول. اتفضل يا استاذ. اوريك بقى اللحن، لان اللحن بيفرق كتير جدا يعني. يعني في اغاني كتير قوي مثلا تلاقي اللحن هو اللي غيرها. اتفضل يا استاذ. يلا دولة. ايه ده؟ ده حساس. ايه فين الباقي يا استاذ؟ ما هو ده الوتر الحساس، ده الوتر الوحيد. انت مش بتلاقي العود مليان اوتار كتير؟ اه. ما عشان بيقعدوا يدوروا على ده. الله يا دول. الله، ما تقعدش تسال بقى عشان هتتكبس كل شويه. انا اسف. معلش هتتكبس. يلا دول يلا اسخن. حوشي 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 حوش، عيون الجرح رموشي. حوشي 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 حوشي، اوعى ايديك تلوشي. حوشي 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 حوشي، حبي مش بلوشي. حوشي 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 حوشي، خدك عن خربوشي. الله. اقعد يا عم اقعد. وحشه يا استاذ وحشه. انا عايز اغنيه للناس الغلابه بتاعت بطاطا بتاع. انا عايز قضيه من الاخر. قضيه؟ عايز قضيه؟ طب ما تقول من الاول يا عم قضيه، ما انا عندي اهو. يا سلام. حوشي بقى دي. انا بقول ايه بقى؟ هنحوشها لحد تاني. حوشي دي حوشها لحد مطرب تاني. ماشي ماشي. هو اللي خسر. هو اللي خسر. لا بس عندي اغنيه بقى. يا نهار اسوح، مش هقولك. يا رب يرضى بس بيها. بص يا سيدي، الاغنيه بتقول ايه؟ يلا 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 يلا. ولا مين اللي جابك معانا؟ مش انت يا عم اللي جبته؟ انت كنت فرحان بيه. وهاته وهاته اهو. اتفضل. انا غلطان استاذ. بقول لك ايه، كل الاغنيه يلا 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 يلا. ما لو صبر القاتل على المقتول. ما تصبر يا عم، لسه لسه. انا اسف. كل شويه بتتكبس، كل شويه بتتكبس. البرتقان البرتقان، ولا عنب ولا رمان. فيتامين سي البرتقان، وسكري البرتقان، ومش تقيل زي الطبيخ،
ولا برضو أقرع زي البطيخ. حلوة قوي دي، حلوة قوي دي. والبرتقان مش كسر وممكن تعصره عصر. نصيحة من فكهاني مصر، مفيش زي البرتقان. الله الله، هي دي هي دي، عجبتها دول، عجبتها. الله الله الله، عايزة تلحن. ايوه طبعا، ما احنا جايين نعمل ايه؟ كله موجود عندنا. هتكبر يعني، هتكبر النهارده. ولا مين اللي جابك معانا يا هتسمع بس وانت هتكبر ومش هتتدرب تاني في الاغاني. يلا انا لازم اخش من الدو بعدين سي وتي. اتفضل يا استاذ سماح. يلا بقى دول. البرتقان الله الله، ولا عنب ولا رمان. الله، ده تنفع تتر مسلسل دي. الله، بتقاطعني وانا بغني؟ وانا بغني؟ ما تقاطعش الاستاذ يا ابني. ماشي ماشي، ما تقاطعش الاستاذ. اتفضل يا استاذ. فيتامين سي سي سي، فيتامين سي 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 غير طبلة. من غير طبلة؟ آه آه. طب يلا دول، يلا نديها بقى. آه. نصيحة من فكهاني مصر. هتعرف تجيب الطبقة دي ولا ايه؟ لو معرفش تجيب الطبقة، في طبق تاني ينفع ليك. اسكت، اقعد انت ساكت. طب انت في دماغك لحن يعني؟ بص انا عايز حاجة. اسمع اسمع بقى. ماشي، اسمع بدل ما اديك بمنها في عينيك. اسمع. وحشة وحشة وحشة. اسمع. ولا هطلعك بره. اسمع اسمع. البرتقان البرتقان، ولا عنب بقى ولا رمان. فيتامين سي البرتقان. كورال 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 قوي. كورال يعني ممشي. كورال 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 يعني انتوا تغنوا ورايا. فيتامين سي البرتقان. لا يا جماعه، لا لا مش عاوز. انسى انسى كورال كورال. ماشي ماشي. فيتامين سي البرتقان، والسكري البرتقان. تعال اشتري البرتقان احلى من الموز والرمان. الله ولا عين. استنى استنى.